الأوسط الأخضر؟ حقيقة السعودية بتشهد الآن أكبر نهضة في تاريخها، وبتشهد قيادة شابة وحكيمة بتنقل المملكة نقلة كبيرة جدا من دول العالم الثالث إلى مستوى الدول المتقدمة، لأن المبادرة المطروحة حقيقة مبادرة تفوق اهتمامات دول العالم الثالث، وهي بتعادل يعني تكون مبادرة عالمية في تقليل مستوى انبعاثات الطاقة الكربون صحيح. وزيادة ثقب الأوزون والمحافظة على التوازن البيئي في العالم. وحقيقة هي مبادرة رائدة ومبادرة يعني قيادية لقيادة منطقة الشرق الأوسط والسعودية في التحول من الاعتماد على الطاقات الضارة بالبيئة إلى الطاقات المتجددة. وحقيقة السعودية في تشريعات المحلية يمكن من سنوات ونحن نعمل في هذا المجال بتقلل منعت استخدام الغازات الضارة في كل المعدات، بالذات في التكييف وفي التبريد، وهو زي الغازات الضارة بالبيئة. نعم. والآن بتتوجه للطاقات المتجددة زي الطاقة، في مشاريع كبيرة جدا مطروحة في المملكة لاستغلال الطاقة الشمسية وتصنيع مواد الطاقة الشمسية داخل المملكة. وأيضا في ما يشهد التوازن البيئي زراعة كميات كبيرة، بنشهد الآن في مدن الرياض الكبيرة في المشاريع الكبيرة المطروحة زي المشاريع الموجودة في الرياض زي حديقة الملك سلمان، نعم. الآن بنشهد فيها مجهود كبير، حديقة الملك عبد الله، مشروع الجد